قمة مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السوري الموحد لأندية الدرجة الثانية، يستضيفها ملعب الراعي بين نادي الباب أحد أبرز المرشحين للصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى وبين نادي عفرين. لنتابع. شعبان جمعة، رئيس اتحاد السوري الحر لكرة القدم. نحن اليوم في مدينة الراعي عم نحضر مباراة بين نادي الباب ونادي عفرين ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية التجمع النهائي. الفريقين واحد عنده 7 نقاط واحد 6 نقاط، طبعا هن من الفريقين المنافسين بالإضافة لنادي سفيرة. طبعا درجة تانية ما بتحسن بتقول انه مين راح يفصل الدوري، لانه عندك 4 أندية النقاطة متقاربة. وبالنسبة للدرجة الأولى إن شاء الله يوم الجمعة والسبت نهاية الدوري الدرجة الأولى، والمنافسة بقت بين نادي الميادين ونادي الرواد. امشي حميد. يلا بيهاد يوسف ربيع الحسن، عضو هيئة الشباب والرياضة، مشرف الدوري السوري الحر. مبدئيا الشوط الأول كان جيد من الفريقين مع أفضلية نسبية لنادي الباب. أكيد المباراة هي تعتبر أنا برأيي مفصلية للفريقين، مين بده يتابع في مشواره للتأهل للدرجة الأولى. مع تمنياتنا لجميع الفرق بالتوفيق إن شاء الله والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أجواء طاهر قائد فريق نادي الباب. الحمد لله اليوم عندنا مباراة مع نادي عفرين، أخوان نادي عفرين على ملعب الراعي. انتهى الشوط الأول بتقدم فريقنا 2-0 منافسات التجمع النهائي للدور السوري الحر. نسأل الله التوفيق بالشوط الثاني وتقديم مستوى أفضل من الشوط الأول بإذن الله تعالى. يا حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اللاعب عبود لاعب نادي عفرين. انتهى الشوط الأول 2-0، شفتم اللعب، يعني أداء متقارب لبعضه الحمد لله. على كل حال بعدنا احنا كمان غيابات أثرت شوي على النادي، وإن شاء الله الشوط الثاني نعدل النتيجة. يلا علاوي Thank you.